حتى التسعة متاع الصباح نهاركم زين، نهاركم مبروك. نمشي وفي نمشي وفي المباشر تورسويت معنا وزير التربية سيد محمد علي بوغديري. صباح النور سيد الوزير، مرحبا بك على موجات اكسبريس اف ام. ناش كان يسمع فينا سيد الوزير. صباح الخير، صباح النور مرحبا بك سيد الوزير. ياسين، احنا توا عنا سنوات عادة كل عام يدخل معنا وزير التربية في اليوم الاول العودة المدرسية. احنا سنة كان عنا حوار سابق شوية، معناتها عملناه منذ ايام، كان حوار كامل وشامل على كل مشاغل العودة، فقط حبينا مصافحة صباحية كما كل عام بمناسبة العودة المدرسية. كل شيء كيفاش في انا ظروف العودة اليوم تنطلق، ما نعرفش كي تجب تقولنا وين ماشي. نعرفوا فمك العادة زادة، فما زيارة الميدانية من ساعة ساعة لاخر لحظة تخليوا المكان سر. وشنو هو رسالتك للتوانسه الاولياء اللي في اللحظات هذيا؟ سي نتصور اغلبهم راهو مع صغارهم، معناتها باش يوصلوهم وان شاء الله اتمنى لهم النجاح. صباح الخير، صباح الخير لكل التونسيين، كل العائلات التونسيه واللي تعد ابنائهم هذا الصباح واعدتهم منذ الايام السابقه للتي حدث هذا الحدث المتميز داخل العائلة التونسية اللي يهتموا به واللي يعطوه قيمة كبيرة برشا برشا ماديا ومعنويا. التونسي يبدأ يعني تنقص العديد من الأشياء، ولكن عندما يتعلق الأمر بالمدرسة وبالتدريس فإن يكون معناها في مستوى آخر قوي جدا. فهذه العودة اليوم سأكون أنا والسيد مع السيد رئيس الحكومة السيد أحمد الحشاني في زيارة إلى مدرسة اختار هو أن تكون في منطقة من أبناء شعبنا الخلص المحيطين بالعاصمة والذين يحمون طبعا هذا البلد. هم في حي التضامن في مدرسة تحمل اسم الأمل، مدرسة الأمل، حتى يعطي الأمل لكل أبناء الشعب بأن الغد أفضل وأن ذاهبون إلى الأفضل إن شاء الله. زوز ملايين و300 ألف تلميذ اليوم يشكونوا في المدارس، شالقوا إن شاء الله كل البنية التحتية جاهزة لاستقبالهم، شالقوا الإطار المدرسي والتربوي من عمل التربية في الباب حتى القيمين والموظفين وكل يعني الأسرة الأساتذة المعلمين ومعلماتهم، الكل في انتظارهم فرحانين بهم. إن شاء الله عام جديد وين صفحة السنة الماضية، إن شاء الله هذه السنة تكون صفحة ناصعة ناصعة لكل تونس، تعطي الأمل فعلا. هذا البلد ذاهب إلى الأرض، ذاهب إلى النمو إن شاء الله باعتمادا على نفسه واعتمادا على قدرات بناته وأبنائه الذين يحملون الكثير في جرابهم من القدرات ومن الكفاءات. أعددنا العدة لكل شيء، وفي مقاربة يعتمدها السيد رئيس الحكومة وأقنع بها السيد رئيس الجمهورية، هو من كان مبادرا بالذهاب إليها، هي المقاربة المنظومية، يعني التعاون والتكامل بين كل الوزارات المتداخلة في الشأن التربوي. وزارة الداخلية أعدت كل شيء في مقاربة تربوية تأثيرية، ليس مقاربة أمنية، أعدت كل شيء يعني من اجل حمايه محيط المدرسه وحمايه الاسره التربويه والتلاميذ من العنف ومن المخدرات وغيرها. وزاره النقل اعدت اسطولها من النقل، وزاره تكنولوجيا الاتصال تستعد لتمكين 3300 مدرسه من الفيبر اوبتيك، الالياف البصريه عاليه التدفق. وزاره الاقتصاد وتعد لوضع اللوحات الشمسية على المدارس حتى تخفض من تكاليف الطاقة. كل الوزارات، وزارة الطفولة تستعد، واليوم أيضا هي الأطفال الصغار في رياض الأطفال والكتاتيب، أيضا الكتاتيب في تونس اللي فيها أناس خلص وفيها أناس يعني متكونين، مش كتاتيب كما هكذا ربما اللي قبل كنا نحن عليها بعض الاماكن ربما اللي ما فيهاش تكوين وتربيه على اساس علمي. الكل مستعد اليوم، الصحافه مثل ما ترى تقريبا كل القنوات وكل الاذاعات تتحدث عن العوده، ولا اجمل من هذا، تونس تتمسك بالعلم والمعرفه من اجل الخلاص النهائي ان شاء الله.
شكرا لك سيد الوزير على تفاعلك معنا اليوم الصباح، بالتوفيق ان شاء الله لزوز ملايين تقريبا تلامذة اليوم اللي توجهوا لمقاعد المدارس متاعنا، ان شاء الله بالتوفيق بالنجاح وان شاء الله في احسن الظروف. شكرا لك سيد محمد عيبودي. مش قلنا وين موجود ولا سيد الوزير؟ اشكن اشكن اسمع في علق. شكرا لك.